بواجبه، المهم يقوم بواجبه. طبعا يا شادية انت ما حضرتي معانا الاجتماعات بتاعت لاني كنت مسافره. شوفي يا شادية، من مرتكزات الجندرة الأساسية إن شغل البيت ما عليك. أصلا يا شادية أنت ما ملزمة بشغل البيت، ده قرار أقرته الجمعية العمومية بالإجماع. شوفي الراجل يقصر العدة ويطبخ ويكنس ويشاطف الشفة، القانون معاك أنت. اسمعي، البيت من حقك، لو ما قدر على الشغل يجيب لك شغال. قلت شنو؟ شغالة؟ لا 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 يا شادية، بعد الجندرة ما في أي شغالة، الشغل كله حيشتغلوا الرجال. شوفي يا شادية، لو قال لك لا بس أديني رنة، أنا مع رئيسة العشرين. ده شنو ده؟ وش كان جرحتك؟ لو أصبعك ده يتقطع برضه حتشتغل شغلك. وين السبب بتاع ال ما ممكن تحط القشي بتاع البصل كده؟ يا اخي البصل ده حار يا اخي، وكده بفطرنا ساعة عليك. سامي. ايوه في شنو؟ لا انا ده بقول لك، انت كده بيعت لي. كويسه، خلصت شغل؟ لا بس الباقي لي يعني بصراحة كده الباقي لي الطبيخ وأكنس الحوش وأغسل العدة وأمسح الصالون وباقي لي هدوم كده بسيطة كبيرة. وأنت عرفت شو؟ الرجال الجد جيبين نزل له بالمناسبة، الزمن ما في صالحك، أمسي أكسب زمن. بصراحة كده يا سامح، بصراحة كده حكاية الجندرة دي فاجأتنا. بعدين حقوا تقفوا معانا. نعم؟ بصراحة القصة دي صعبة. يا سلام، وانت قبل الجندرة ما كنت بتتفرجوا فينا؟ أنا بختار أن تكون في برمجة، يوم علينا ويوم عليكم، كده بتكون في عدالة. صح، لكن الكلام ده بعد ما نخلص السنين اللي احنا اشتغلناها. يعني ما حتخش المطبخ إلا بعد 20 سنة؟ بعدين يا أخي أنا زي الشغل بيجي يكتب لي الصداع طوال كل ما مر في الشغل. يا سلام، ما كلنا شغالين، نظم وقتك. امشي عليك انا عايز اروح، قوم تمشي شغل قوم قوم يلا. والله بصراحه لا جنة دي جنتنا يا اخي. ما في شنو؟ ايوه ايوه بس هسه بجيب خبرك. هلو؟ يا فاري حبيب هذا ما كنت بدك تغيب، اسمع انا كتبت البقرة اقوم فوق الصفة وبجيب لي عليها مساحة. انا ذاتي وقع المتكلم. لا خلا خلا اسمعني انا نجيب هذاك في نجيب. سامع دي كانت دلالة مين معلش ما بتعرف الوصفة؟ اها اقطع البقاطس وفرم اللحمة وبهجرة. لا دي زعمة دي زعمة عليك دي زعمة دي زعمة عليك طبعا. خبار يقول لك يا عبار يا عبار انت قلنا الكراج مطار الجنة يا هس الرصيد يضحك هس على صرف قال لك انت سوي هذا لا اله الا الله محمد رسول الله لا سيد كلام نشوان خليتنا لبدأنا سجين كلب الحر يجي مقاطع حلة يشمشم يعرف المسؤولين سخين والمسؤولين سليقة والمسؤولين لحمة الواحد بالله يحسن الملاحظة دي يشم بها من أغلى السوق ولا كسبك ولا تاجرك المسح المسح حقا قدين أنا حسي من الضربة عليك ورمى يا خبيت اللي قد الضربة مراحي يقول لا مش هيك المقارب لقيت الضربة بدون ما حسب أكثر ومسحته ولا تاجرك ولا تاجر يمكن أنا واحد صايم هسي إذا عارف الحل اللي طعمت ولا ما طعمت كذي انبضنا غطرنا وخلينا بعيد قلنا أجاب العيب ده أنا فهمت. يا نايمة دي
ها في شنو؟ قومي في شنو؟ اها بقول لك في شنو؟ اسمعي اها الفاتورة ده بعد ما اعمله بتطلع بيه انتوا ولا بنطلع بيه احنا؟